انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم. 11 من الجياد العربية الأصيلة تشارك مسافة 1800 متر. هداج خان في انطلاقة جميلة وقوية. ملك منصور بالمسبر الشهواني الهجري والفارس القطري راشد علي الصعار في الوصافة. شعار مقرن كفو وستيفان لجاج. ومن الجهة الداخلية ملك خليفة من الشيء الكواري وهاري بنتلي. في الترتيب الرابع نشاهد الجوادي بيزو كومباتيس هامل والمالك وليفين ماتن. وفي الترتيب الرابع هناك علوان مربط زاخر والفارس لوكاس توماس لوكاس المنعطف الثاني. ونقطة 1000 متر وهداج خان لا يزال في الانطلاقة. محاولات للجواد كفو من الجهة الداخلية والجواد بيز بأوليفي مارتن بشكل جميل وهادئ. المنعطف ما قبل الأخير والصدارة مع هداج خان وكفو في الترتيب الثاني. القادم منفرد أو عفوا الجواد بشير مكشق بريسنج. ومحاولات من وسط الجياد لكفو بشكل جميل وقوي. نقطة 600 متر اتجاها إلى المنعطف الأخير وهداج خان لا يزال في وضع اليد بشكل جميل وقوي. وبشير الشقب ريسنج وأنس الثيابي المنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية. ديبيز أوليفين مارتن وجون باتيس هامر وهداج خان يعطى الإعاز وإشفاق من وسط الجياد. محاولات لبشير من الجهة الخارجية. نعم ديبيز أوليفين مارتن وجون باتيس هامر محاولات لإشفاق من وسط الجياد ولكن الصدر مع ديبيز. والقادم الآن إشفاق بشكل جميل وقوي. نعم إشفاق ملك الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة. ونتائج الشوط السابع أعزائي الجمهور والحضور الكريم جاء بالمركز الأول الجواد رقم 4 إشفاق ملك الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني والفارس بيو باشلو والمدرب ريبيرو دونيوز بتوقيت القدر هدى 2:05:45 من الثانية. مبروك. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 7 ديز ملك السيد أوليفيه ماتن والفارس جون باتيس هامو. وفي الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 11 بشير ملك الشقب ريسنج والفارس أنس السيابي. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 8 هداج خان ملك منصور بن مسبر الشهواني الهجري والفارس راشد علي صعب المري. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 1 جبل هرمون ملك السيد علي خلفان محمد الشيخ السويدي والفارس مارفن سورلاند. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.